يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. بقينا نشوف في الفتره الاخيره اشكال مختلفه من الرياضات يمكن ما كناش متعودين ان احنا نشوفها قبل كده. وطبعا الرياضه بشكل عام بقى فيها تجديدات وابداعات كل يوم والتاني بنتعرض لها، وكمان في ارقام قياسيه بتتحقق في العاب مختلفه الى حد كبير، وده طبعا اللي بنحاول نعمله يوميا من خلال برنامجنا. معانا النهارده ضيف عزيز هو محمد رأفت، وهو صاحب رقمين قياسيين دخل من خلالهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في رياضة السكوات ثراست، اللي أنا شخصيا ما كنتش أعرف عنها حاجة قبل كده، بس هنعرف من خلال وجوده معانا تفاصيل هذه الرياضة. صباح الفل عليك وأهلا بيك منورنا. صباح الخير يا كابتن محمد. هي تمرين اسمه سكوات ثراست، صح كده؟ THRUSTS. طيب عشان مسحنا الموضوع، احنا عايزينك انت تشرح لنا. حضرنا معاك في الاسم احنا حضرتك، بس هو التمرين ده مش رياضه بصفه شخصيه. لا، ده تمرين تبع تمارين اللياقه البدنيه. كويس. التمرين ده بيبقى عباره عن ان انا بدايته من وضع البوش اب. مكان ما انا هلعب ضغط، لا انا ببقى ثابت في مكاني، بيبقى فيه خطين، الخطين دول بنص طول جسمي بشرط يعني. يعني لو مثلا طولي مثلا 2 متر، المسافه بينهم هتبقى متر، مش لازم اعدي الخط اللي ورا واعدي الخط اللي قدام واقوم اقف على طول، تمام؟ فتبقى واقف كده اهو من وضع البوش اب، الم رجلي واقوم اقف. لازم ورا بعض احطم، اللي هو كان في ال 60 اي بي لازم اعدي 16 عده في دقيقه، انا جبت 24 عده، فرق 8 عدات ما شاء الله. طب يعني اشمعنى اخترت دي تحديدا، التمرين ده تحديدا عشان تركز معاه لدرجه ان انت تحقق ارقام قياسيه تدخل بيها موسوعه جينيس؟ حضرتك يا حتة انك لازم تختار رقم بتبقى على حسب انت مثلا بتحب ايه في الرياضة. يعني انا مثلا بحب تمارين التحمل، غيري بيحب تمارين السرعة. فانا بحب تمارين التحمل، فخلاص انا اشوف انا حاجات فيها مثلا اوزان مثلا، او حاجة مثلا اوقات طويلة واعداد بتبقى قليلة. ان مثلا السرعة مثلا على سبيل المثال ممكن تمرين تلاقيه مثلا في دقيقة مثلا جايب 60 عدة مثلا، تلاقيه مثلا في ساعة هيبقى مثلا مش هيبقى جايب مثلا، هتلاقيه ممكن جايب 300 عدة. فالفكره في كده يعني مثلا الضغط كان بوزن في تقريبا 60 اي بي، تقريبا كان 60 عده في ساعه، في ساعه يعمل له مثلا حدود 80 عده. بس الرقم ده اتكسر. السؤال هقول لك النيه اللي ورا السؤال، ان عاده لما يكون في حد لسه في مقتبل العمر وبيختار رياضه معينه هو حاببها، غالبا الواحد يعني ذهنيا كده بيروح للكوره، للفولي، للباسكت. انت اخترت حاجه مختلفه؟ لا، انا من صغري ما بحبش اللي هي الرياضات الجماعيه. حتى وانا صغير قلت عايز اروح العب كاراتيه، بس في البيت ما عشان انا الواد الوحيد بقى وكده، ما خافوا عليا ودوني كشافه، ما رضيتش اروح تاني اساسا. طب انا هو مش عارفه هينفع ولا لا، بس انت ممكن تورينا هنا مثلا؟ اوكي، مفيش اي مشكله. هل ممكن يا جماعه كابتن محمد يورينا كده التمرين قدامنا لايف؟ يلا يا فندم، ولو عايز تاخد كريم برضه. لا هو لو حابب انت تشاركي اوريدي اتفضلي. لا هو هو مش بسيط، هو مش صعب. انا ليا فضيحه سابقه بعدها. هو بسيط جدا مش صعب. الفكره ان بيبقى بدايته كده، في خط ورا وخط قدام بيبقى هنا، تمام؟ لازم اضم كده واقوم. طب احنا ممكن نعكس عشان الناس تشوف يعني، بس حضرتك يعني اعكس وش كده؟ وش مفيش اي مشكله يعني. انا لازم ابقى واقف كده اهو، بنزل الوضع البدائي بتاعي كده، تمام؟ لازم اضم اوكي، اضم كده واقف، ودي بقى تتكرر انت خلال دقيقه. بس الفكره ان ده بوزن اللي هو كده اهو، من غير وزن مفيش دي رقم اساسا. هو الشنطه اللي انت شايلها على ظهرك بالظبط كده. اوكي، فده بيصعب المهمه يعني. لا احنا من غير وزن اساسا الموضوع هيبقى صعب جدا. اجيب 47 عده في دقيقه. 47 في دقيقه؟ ده من غير وزن. من غير وزن. وزن لا، على حسب بقى كل وزن وليه عدل. انت دخلت الموسوعه بوزن كام؟ اول واحد كان 60 رطل، اللي هو 60 اي بي، ده اللي انا جبت فيه 24 عده. الثاني اتصور فتره كورونا، ما كانش في حد بيتمرن غير يا دوب تمارين خفيفه كده كارديو، كنا بقالنا تقريبا اكتر من شهرين. فالرقم ده كنا ناويين نصوره ثاني ان شاء الله باذن الله، نعيده ثاني، ان احنا كنا بنجيب 25 عده. فصدفت معانا اثناء التصوير ان احنا جبنا بتاع ده 18 عده، واتخصمت منهم عده بقوا 17 بسبب انحناء بسيط في مفصل الركبه. اوكي. وال 40 اي بي كنا جايبين فيه 27 عده، اترفض بسبب انحناء بسيط في الظهر. يعني لازم تبقى واقف ستريت.
طب كابتن محمد انا عايز اسالك حاجه بصراحه، يعني بتتكلم في وزن وبتتكلم في تمرين برضو، يعني انت محتاج قوه عضليه وبرضو عضلات الرجل وحضرتك رفيع يعني هقول لحضرتك يعني برضو ما خلينا نفهم الفكره ان انا يوم ما كنت بتمرن على الرغم ده انا كنت قبلها بروح الجيم، وفي حاجه تاني، في حاجه بتقول لك تمارين التحمل، العضله بتاعه تمارين التحمل المقطع العضلي بتاعها بيبقى اصغر من تمارين السرعه، يعني مثلا تلاقي العداء اللي بيجري 100 متر تلاقيها عنده عضلات، لا اللي بيجري الماراثون ما عندوش عضلات اساسا. صحيح فدي مثال يعني بسيط. طب هل التمرين ده يا كابتن محمد يعني بيندرج تحت مسمى معين او رياضه بعينها؟ هل انتوا تابعين لاتحاد ما، وخصوصا ان طالما يعني عندنا بطل في التمرين ده تحديدا ومحقق ارقام قياسيه؟ مش تبع اي اتحاد ولا هو تبع مع نفسك كده؟ مع نفسنا كده. لا والله وفي زي حالتك كم واحد تاني؟ هو حاليا في كم واحد لسه حاليا تحت التدريب يعني بيتمرنوا عشان يكسروا ارقام قياسيه، هم طلبه. امال انت لما دخلت بالرقم ده موسوعه جانس للارقام القياسيه مش ده كان مرورا بجهه ما؟ لا او ولا اي جهه ولا اي حاجه. هو طب هم عرفوا منين؟ او انت هل بعت موضوع بسيط فيديو مثلا؟ احنا بنعمل صفحه على موسوعه جانس بتقدم على طلب، بيرد عليك بعد 3 شهور انت المفروض تعمل لنا مثلا اللي هو شروط القوانين زي موضوع الخطين وطول جسمي، ولازم مثلا الورق والسايد كاميرا والفوتو كاميرا، الكاميرا من الامام وكاميرا من الخلف، ولازم حد ياخد مثلا لقطات صور، فدي لازم تبقى موجوده، فدي تبع الشروط يعني، فلازم نملاها ولازم نبعتها لهم. يعني انت مش هتعرفها غير بعد 3 شهور، لو انت عايز تعرف قبل 3 شهور بتدفع لهم تقريبا 500 جنيه استرليني. يرد عليك بعد 5 ايام. لا احنا طلبنا طلب مجاني، وبعد ما ردوا علينا نبعت لهم الفيديوهات تاني، بعد 3 شهور يردوا علينا بقبول او رفض او نقص ادله. انا في المرتين كانوا طالبين مني ان ادلتي ناقصه، يعني كان المفروض الرقم يترد عليه بعد 3 شهور، انا في واحد رد عليا بعد 5 شهور. بس ما فيش سعيد في الاخر، ما فيش حد بيجي يعني وانت بقى بتعرض، ما فيش حد بيبقى موجود مندوب مثلا؟ لا بس لا. مجرد فيديو بتبعته؟ لا فيديو بس، لازم يبقى الناس اللي موجوده اللي هم مثلا اخصائي الوقت بيبقى موجود، اخصائي مثلا اللي هو حكم بيبقى مخصوص مثلا بتاع الوقت. بس هم ناس تبعك يعني ما بيبقاش؟ لا هم ناس تبعي اوكي، بس لازم انا ببعت لهم حاجه اسمها تعريف الشاهد المتخصص. تعريف الشاهد المتخصص ده اللي مثلا بيبقى يعني مثلا خريج كليه التربيه الرياضيه مثلا، لازم ابعت له صوره البطاقه. اوكي كده يعني كارنيه مثلا ان هو مدرب شخصي. احنا هنا شايفينك في الفيديو. هنا كنا في البيت كنا بنتمرن وكنا بنهزر احنا واصحابنا وكده يعني. لا بس الهزار بتاعك وصلك لموسوعه الارقام القياسيه، فيعني ده شغل عالي اللي بيحصل يعني. هتعمل ايه؟ هتفاجئنا هنا ولا ايه؟ لا ده كان الوزن ده 36 كيلو. 36 كيلو ده انت كانك شايل انسان. حاجه كده بالظبط. انا كنت بعت فيديو كان بيدل ان احنا كنا بنتمرن في البيت، كان في الوزن ده كان حاجه تمرين كده، حاجه بسيطه كده، كنا بقالنا فتره مش بنتمرن، كان 40 كيلو اللي هو معدي ال 80 وقبل ال 100. اوكي في الرينج من الاثنين. طب انت بتفكر في ايه؟ بتخطط لايه الفتره الجايه؟ من ناحيه كسر ارقام انا عندي دلوقتي 3 اهداف من التمرين ده، في منه 4 ارقام 40 و60 و80 و100. ال 40 عايز ابقى اعيده تصوير تاني، بس ده تمرينه بيبقى مختلف عن الاوزان الثقيله. اوكي. ولسه ال 100 اي بي وال 80 اي بي، مجرد ان انا هتمرن على ال 40 اي بي وال 100 اي بي هيبقى سهل عليا ان انا اجيبه برضه تاني. وبعد كده في تمارين بوزن جسمي من غير اي اوزان ناوي اكسرها، يعني مثلا تمرين زي ده بس بجامب. عايز ابقى مثلا اكسره، في منه بضغطايه نفس الاداء بس بضغطايه، في بايد واحده، في مده دقيقه او مده ساعه. بس لسه ده خطط مستقبليه. بس حلو، حلو جدا ان انت حاجه بتحبها ووصلت فيها لاعلى كمان يعني مراتب، فاعتقد دي حاجه كويسه جدا. يعني برافو عليك. طب انت يا محمد على الصعيد الشخصي العملي، انت يعني بتشتغل ولا بتدرس؟ انا بدرس حاليا من كليه التربيه الرياضيه، رايح الفرقه الرابعه انا قسم تدريب حاليا. وهتربط بقى بين نجاحك ده مثلا وبعد كده حياتك العمليه ولا انت ناوي تعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله. انا ناوي اتخصص، يعني انا من وجهه نظري انك تنجح بشهادتك، انك انت تنجح وانت معاك الشهاده بتاعتك وانت متخصص فيها ده انجاز، لكن صح ان انا انجح صح في حاجه غير شهادتي اللي هو مش هيبقى عندي انا انجاز مثلا زي
واحد مثلا اشتغل شغل اه ناجح بس ده مش بشهادته، هيبقى في فرق كبير بينه وواحد خبره في المجال. لا واضح يا كمان غير الخبره وغير الدراسه الاكاديميه ان انت كمان عندك شغف ومحقق بالفعل ارقام قياسيه عالميه، فانت قاطع شوط كبير جدا يعني، فبنهنيك وسعداء بيك جدا. شكرا جدا. نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا يا سيدي. نورتنا وكل التوفيق ليك ان شاء الله يا كابتن محمد باذن الله. طيب كده فقراتنا خلصت، فاضل فقره واحده بس اللي هي السوشيال ميديا، خليكم معانا وهنقرا كل التعليقات وهيبقى في تواصل كده بس بعد الفاصل.